جزء من تفاصيل مقتل صاحب شركة الأسماك في أطراف مدينة الكوت على يد عماله ما يزال خفياً على الناس وغير مفهوم بالنسبة للمتتبعين. ذو الضحية يكشفون عبر التغيير تفاصيل حول الجريمة المروعة التي انتهت بإخفاء جثة القتيل وسرقة مبلغ 200 مليون دينار من أمواله. على أساس يستلم المبلغ اللي هو حوالي 235 أو 36 مليون. أثناء دخوله وأثناء جاب الفلوس والسجل ماله حتى يوقع على السجل وأثناء الصلاة تم الصلاة غدر به المجرم محمد. لا بنجلاديش واحد عمره كان 10 سنوات من جاب أخوي الحجي الله يرحمه في المزرعة وهم هددوا تهديد ونفذ وياه. 6 أيام احنا هنا ندور وخارج البحيرات ندور بالطرق ماكو. اجى التحقيق من قبل الأمن الوطني ومكافحة الإجرام واستخبارات وياهم اجوا اخذوا 4 من عندهم ورا 4 اخذوهم خلال يمكن نص ساعة بالتحديد. واستنجد ذو المغدور نجم عبد العقيلي بقناة التغيير أثناء وقفتهم على أبواب محكمة جنايات واسط للمطالبة بإيصال صوتهم إلى رئيس الوزراء لمتابعة قضيتهم والإسراع بالقصاص من القتلة بعد مضي 3 أشهر على وقوع الجريمة. محمد الشاعر السوداني أنا أمك كنت وليدي بدون سبب أريد من بختك وانت اريد امروتك يوم اريد ابني اريد نجم هذا شوفه بالصورة قد واخذين لك اريد اجامهم يوم ناس جهود يوم كفار يوم اريدك انتوا على حلاله لا ما اخذوا لا مرطين. اللي قتلوا اخونا بالحادثة الاسماك فوق ما قتلوا وسلبونا او حلالنا راح وجبنا البنغالي يقتل اخوي هو هذا البلد العراق نطالب محمد شاع السوداني بالإعدام والله تعبنا يعني فوق حلالنا وماننا يروح أخونا وين صايرة. ورعى المغدور 5 عمال عراقيين وسادسا بنغلاديشي لمدة 15 عاما استعان بهم فيها على إدارة مشروعه وأمواله ليكتشف بعد سنوات أن خسائره تجاوزت 3 مليارات دينار من سرقات كان يتعرض لها دون علمه وهو ما عجل بمقتله بعد مجابهة المتورطين بالحقيقة كما يروي ذوه.